المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام. عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغسالات الوفيات على القناة ديالي الدائم الهام شنال، الغسالة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم إن شاء الله تكون وصفة مختصة بتنظيف القولون في 3 أيام إن شاء الله. غادي تنزل من كل يعني من يعاني من هذا المشكل، هذا الصعود ديال الكيلو من الفضلات الكريهة، والإمساك إن شاء الله غادي يختفي، وإن شاء الله غتحصلي على نتائج مرضية في 3 أيام الأولى من استخدامك أو من استعمالك لهاد الغسالة هذه. نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمكونات ديال اليوم، هي مكونات طبيعية، أعشاب طبيعية رائعة ولا أروع، عندها عدة يعني أشياء إيجابية على الصحة ديالنا. فنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تستفدوا منها، وتكتبوا لنا في التعليق الآراء ديالكم، تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم وحتى وصفاتكم. فقبل ما نمشي للمكونات، نبغي نرحب بالسيدات، مرحبا بالكل، مرحبا بالجميع، سواء السيدات المشتركات القدامات في القناة أو للي أول مرة غيكتشفوا معنا هاد القناة فمرحبا بالجميع. إلا كنتي أول مرة كتشاهدي معنا هاد القناة فمرحبا بك، ما تنساش ضغطي على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، أيضا ضغطي على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وأيضا تخليوا لنا استفساراتكم وتعليقاتكم كما سبق لي وذكرت، وتخليوا لنا وصفاتكم الطبيعية. يعني أي سيدة عندها وصفة طبيعية بخصوص تنظيف القولون، سواء يعني كانت النتيجه في اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين، فما كاين حتى شي مشكل، فقط كل وصفه يعني المفعول ديالها رائع وتكون ناجحه 100%. فهذا هو الاهم، فخليوها لينا في التعليقات وان شاء الله انا كنقرا كل التعليقات ديالكم. اي وصفه كناخذها بعين الاعتبار ومني كنجربها وكنلقى عليها نتائج مزيانه، كنجي نشاركها معكم ولا كنجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه، باش هكذا تعم الفائده لعدد كبير بزاف من السيدات اللي دائما كيبحثوا على الوصفات الطبيعيه بشتى اشكالها وانواعها. كذلك ايضا هاد لاغوسيتي اللي عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها في موقع التواصل الاجتماعي الشخصيه ديالكم اولا في لي جروب فيسبوك، باش هكذا يستافدوا منها بنات جداد، وتعملوا واحد لايك كبير لهاد الفيديو باش ان شاء الله تزيدوا تشجعونا على المزيد من العطاء والتقدم والنجاح والاستمرار في القناه الهام شانيل اكيد. فندوزوا الان لمكونات الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها واستعمالها. ايضا فغادي نبدا باول مكون غنحتاجو له في هذه الوصفه هو الكمون الاخضر. فغادي نحتاجو لي حبوب، يعني ما غيكونش مطحون. بالنسبه للكمون البنات رائع جدا. غادي نحتاجو اليانسون او لا حبه حلاوه اللي كتجي بهذا الشكل هذا، وغادي نحتاجو الزعتر المجفف. كل هاد المكونات البنات خاصهم يكونوا ديجا منقيين، يعني تكونوا منقيتهم مزيان عاد غادي تستعملوهم ولا تستخدموهم في هاد الوصف. وغادي نحتاجوا العسل. بالنسبه للعسل بزاف السيدات غيسولوني على العسل، واش هو عسل طبيعي، عسل النحل الحر، عسل السكر. فاي عسل متوفر عندكم، سواء العسل الحر، اكيد العسل الحر راه كيبقى هو رقم واحد، يعني لم توفر عندكم غير ملعقه واحده منه كتكفي، يعني كتعطي مفعول زوين للجسم ديالنا بصفه عامه. فإلا عندكم فيكون الاختيار الاول، ما عندكمش فغيكون العسل الطبيعي هو الاختيار الثاني. الا ما توفرش عندكم حتى وعندكم غير العسل ديال السكر يعني العادي، فممكن يعني تعملوه، ولكن كيبقى اخر اختيار، يعني ثالث اختيار هو اخر اختيار معنا في هاد لاغوسيت الا ما متوفرش عندكم العسل الطبيعي وعسل النحل الحر. فهاد الشيء اللي كاين البنات. وغادي نحتاجو ايضا الماء المغلى او الماء الدافئ، وغنحتاجو واحد الكوب واحد اخر باش هكذا نعبر فيه الماء. و هادو هما كل المكونات، وغنحتاجو كذلك صفايه بهذا الشكل. فهادو هما كل العناصر وكل المكونات الرائعه للناس والطبيعيه اللي غنحتاجو في هاد لاغ. وبعد ما تعرفنا على كل المكونات وكل العناصر، غادي ندوزو الان لطريقه تحضير هاد الوصفه، طريقه استخدامها واستعمالها ايضا. فبسم الله على بركه الله،
غادي ناخذ واحد الاناء بهذا الشكل، غادي ناخذ الماء المغلى او الماء الدافئ يعني الكميه اللي غتناسبنا، ومن بعد غادي نبدا كنضيف كل العناصر وكل المكونات اللي متوفرين عندي. فاول مكون غنبدا به هو الكمون. كما كنعرفوا على الكمون يعني الفوائد ديالو يا البنات لا تعد ولا تحصى، وعنده فوائد رائعه وعديده وخصائص كثيره بخصوص يعني تنظيف القولون وتنظيف الذات بالكامل. يعني صراحه كل هذه المكونات اللي استخدمنا في هذه الوصفه كينظفوا الذات من السموم ومن كل هذه الاشياء هذو. فبالنسبه للكمون كما قلت لكم غادي تاخذوا حبوب، ما غاديش تاخذوه يعني كمون يكون مطحون يعني يكون بودره، فمن الاحسن او يفضل اننا نستخدموا الكمون حبوب. فانا غادي ناخذ منه الكميه اللي غتناسبني، ومن بعد غادي نضيف المشروب ديالي يعني حبه حلاوه او اليانسون. يعني حتى هو الكميه اللي غادي تناسب كل سيده، دائما كل هذه المكونات وكل هذه العناصر هادو كيبقاو على حسب الحاجه ديال كل سيده. وضروري ما نحركوا المشروب او المحلول ديالنا مزيان. ومن بعد غادي نضيفوا الزعتر المجفف، ومن بعد كيصبح المشروب بهذا الشكل هذا. فاكيد العسل هو اختياري، يعني ممكن تضيفوه كيف ما ممكن ما تضيفوهش نهائيا على حسب نتوما وشنو بغيتو. فاذا ضفتوه غير المشروب كيزيد يعني البنه ديالو تكون يعني مزيانه اكثر. فالمشروب كتخليه بهذا الشكل، كتخليه يرقد واحد المده ديال ساعه او ساعه ونص باش كل المكونات يطلقوا المفعول ديالهم مزيان في هذا الماء هذا اللي هو الدافئ او المغلى. ومن بعد كتاخذوا صفايه وتصفيوا المشروب ديالكم وتضيفوا ليه العسل بالصحة والراحة. بالنسبة للعسل فممكن تضيفوا ملعقة وحدة ولا جوج، الكمية ديال العسل كتبقى اختيارية. وحتى هاد الأعشاب هادو اللي ضفنا يعني
اليانسون او الكمون، حبوب او ايضا الزعتر. فكل هذه المكونات كتبقى حتى هي على حسب الحاجه وعلى حسب الاختيار ديال كل سيد. يعني ممكن تضيفوا 4 المعالق 5 المعالق، دونك لكم حريه الاختيار. المهم اهم شيء هو المشروب يرقد مزيان، يعني تخليه واحد المده ساعه باش هكذا اللون ديالو يتبدل بالكامل، يعني ماشي غير يتبدل شويه وانما يتبدل بالكامل. داكشي علاش خصكم تخليه واحد المده ديال ساعه او ساعه ونص. ومن بعد ما تحسوا به رقد مزيان وطلق المفعول ديالو، يعني كل من اليانسون والكمون والزعتر يعني طلقوا الفعاليه ديالهم في هذا المشروب او لهذا المحلول، فغادي تاخذوا الصفايات تصفوا المشروب ديالكم بالصحه والراحه، وتضيفوا ليه واحد معلقه العسل او 2 المعالق وتشربوه بالصحه والهنا والشفاء ان شاء الله، بخصوص يعني تنظيف القولون. بالنسبه لهذا المشروب هذا ممكن تشربوا كوبين في اليوم لمده 3 ايام، كيف ما ممكن تشربوا كوب واحد في اليوم. المهم هو تستمروا عليه 3 ايام على التوالي او متتاليه. اكيد ممكن مداومه هذه الوصفه اسبوع او اسبوعين، وصراحه باش ما داومنا عليها اكثر باش ما عطاتنا نتائج اكبر، لانه هي من 3 ديال الايام الاولى من الاستخدام كتبداو تلاحظوا الفرق، ولكن اكيد يجب المداومه على اي وصفه طبيعيه باش هكذا تحصلوا على النتائج المطلوبه. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تنالت الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم ان شاء الله غتنزل لكم 9 ديال الكيلو من الفضلات الكريهه، فقط جربوا وكتبوا لينا في التعليق كيف جاتكم لا غوسيت. ما تنساوناش بواحد بيغ لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناه، وايضا بارطاجيو اولا عملوا ليه شير باش هكذا تعم الفائده للجميع. وبدوري انا شخصيا نشكركم لحسن تتبعكم لهذا الفيديو، موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.